ولينا نشوفوا خيانة الحكام وبعض الدول وكيف تكالب الناس على أمة الإسلام، وحتى ظهر النفاق وسقطت الأقنعة وصار المسلمون الأوفياء من الشعوب وغيرهم ينظرون نظرة الإنسان القاصر لا يستطيع أن يفعل شيئا، يتقطع الإنسان قلبه حسرة هكذا وينظر في إخوانه. علاه العدو ما يخافناش يفعل وش يحب؟ كاش واحد فينا يقدر يهدد العدو دوك الآن؟ ما يقدر. لماذا؟ لأنهم يعلمون أننا نحن الآن لو كان يحبس لك غير الشيكولات فوت بك، حبس لك غير حاجة هكذا تاع ماشي سميد ولا لا، حبس لك حاجة هكذا الانترنت بك تولي تقولوا خلاص خلاص اقتل تاع غزة وطلق لنا الانترنت يرحم والديك، خلينا رانا في الفيسبوك رانا في تيك توك هكذا رانا احنا الآن. ولينا ما نصبروش حتى على الكماليات، عرفوا كيف يمشيونا ويخلونا متعلقين بالدنيا تعلق المذلول، وبعدها الآن رانا نتفرجوا بهذيك الطريقة. هذو الناس اللي ما كانت القوة قوة، الناس ما يتساوموش، رجال تاع صح ما يتساوموش، كان ورقة برك، كان مشغول يعني الدولة الأمرية مشقوقة على اثنين، ومع ذلك ما قدر يدنا إنسان. قال ارجعوا نعاودوا نصطلحوا احنا، لأنهم يعلمون منهم الرجال اللي يبعثوا الأوراق هذه الكتب هذه، وهكذا كانت العزة للمسلمين.